يعني بعيدة شوي عن موضوع الفن، أنا بشتغل إعلام بس فيني أجاوبك على وجهة نظر. بشتغل فويس أوفر وبشتغل يعني بشتغل بالصوت. أنا يعني أنا لما بسمع صوت بعرفه ببطل عندي حالة الفصل، يعني ما بقدر أفصل بقى بين هذا الشخص اللي أنا بعرف صوته وبين الشخصية الممثلة الممثل الثاني. هلا هي فكرة الدبلجة عام ناجحة وحقيقة لاقت رواج عند الجماهير، بس أنا بفضل الصوت ما يكون معروف، وهذا الشيء اللي تعودنا عليه نحن لما كنا نتابع أفلام الكرتون. إذا بتتذكر نحن صغار الكرتون كان شخصيات نحن ما بنعرف أشكالهم، بعد ما كبرنا وصرنا نتعرف على أشكالهم صرنا نحبهم أكثر، بس بالبداية كان الصوت له خصوصيته. صح صح. حاليا خلينا نتحدث عن